السلام عليكم أحلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات مطبخ مامة سولة. النهاردة أنا هعمل لكم الكبدة الإسكندراني، وهعمل لكم جنبها مكرونة، وكمان هعمل شوية بطاطس محمرة، وعندي بقى ليمون تحفة الحاج جايبهولي، ربنا يخليك لي يا بابا. إيه هو اللي عامله؟ بقالي تقريبا سنة وشهرين كده في التلاجة معتق، يعني إن شاء الله أشوف هو عامله إزاي وأعمله معاكم لايف. الفيديو النهارده متصور لايف ان شاء الله، تابعوه للنهايه لو عايزين تشوفوا وصفه النهارده. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، وزي ما انا قلت لكم في الفيديو الاخير ان انا فيديوهاتي اللي جايه ان شاء الله هتكون لايف. الموضوع هيبقى صعب شويه، ان في ناس هتشوف ان مده الفيديو طويله، بس صدقوني انا بعمل الفيديوهات لايف علشان الخطوات بتفيد ناس كتير قوي مبتدئة، بيبحثوا بجد وعايزين يشوفوا الخطوات. لما بسرع في الفيديو في ناس كتير برضو بتستفاد، بس انا حسيت ان التفاصيل دي هتفرق كتير مع ناس كتير، خصوصا ان هم دخلوا وكلموني وقالوا لي طولي مدة الفيديو شوية وبينينا التفاصيل. عملت لكم فيديوهات قبل كده عن الكبده، وبما اني بحب الكبده تاني فانا هعمل كبده النهارده. زي ما انتم شايفين الكبده مقطعه بطاطس، الطماطم اللي هعمل بها الصلصه، والفلفل الاخضر، وكمان عندي الثوم. انا لسه ما جهزتش، هجهز كل حاجه وانا معاكم ان شاء الله. دلوقتي انا بحب اعمل مع الكبده البطاطس المحمره وكمان المكرونه. انا ولعت على ميه المكرونه وهسلق المكرونه واحطها في جنب واكمل بقيه الاكل. يلا بينا نسلق المكرونه. دي ميه بتغلي زي ما انتم شايفين، انا حاطه فيها ملح وحاطه كمان زيت، نص معلقه من الملح ومعلقه من الزيت. دلوقتي هنزل بالمكرونه في الميه المغليه اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم حاجه، اما نيجي نسلق المكرونه لا نطلعها ناشفه قوي ولا نطلعها مستويه قوي، دايما نخلي الحاجه معتدله يعني مظبوطه، يعني بالظبط بعد 6 دقايق او 5 دقايق انا هطلع المكرونه دي. ليه؟ علشان تبقى معانا حلوه كده وجميله ان شاء الله، ما تبقاش معجنه. المكرونه بتطلع جميله جدا من غير ما نعقد، يعني احنا بنسلقها بالظبط لحد ما تبقى ايه مظبوطه. تمام يا بنانين. انا عامله الفيديوهات دي على فكره مش من فراغ، في ناس كتير بنات كتير انا اعرفهم وما اعرفهمش دخلوا وطلبوا مني الحاجات دي، على الرغم ان هي بسيطه، بس هم شايفين ان هي مهمه جدا بالنسبه لهم، وان هم ممكن ما يكونوش بيعرفوا يعملوها. وعلشان كده انا حبيت كمان ان القناه تبقى فيها جزء كبير جدا للمبتدئين، وانتظروني في الفيديوهات الجاية في حاجات هتعجبكم جدا ان شاء الله وشكل جديد. هندي بقى يا بنانيت للمكرونة تقليتين اول ما بنحطها، وده اساسي جدا علشان ما تبقاش معجنة وما تبقاش ماسكة بعضها، وهنسيبها بقى 5 دقايق زي ما قلت لكم وهرجع لكم تاني ان شاء الله. في ال5 دقايق دول انا هقشر الثوم واقطع الفلفل واضرب الطماطم واظبط الدنيا كده، وانتوا كمان وانتوا بتطبخوا وانتوا مولعين على المكرونه اتعودوا ان انتوا تعملوا الخطوات دي، هتحسوا ان انتوا بتطبخوا بسرعه جدا وان الوقت بتاع الطبيخ ما بياخدش اي وقت نهائي ان شاء الله. اول ما المكرونه بتوصل للشكل ده بتبقى خلاص تمام، وصلت للسوى اللي انا محتاجاه. هعمل ايه بقى؟ هطفي النار وهاخد الحله دي زي ما هي واحطها في الحوض تحت الحنفيه تطرد الميه اللي فيها، وبعد كده اصفيها في المصفى واشطفها كمان مره بالميه العاديه جدا، الميه البارده. تمام، يلا بينا بقى نشطف المكرونه. وهو بصوا هنا انا هشغل الميه زي ما انتوا شايفين، واخد الحلة زي ما هي كده تحت الحنفية، شايفين الحلة تحت الحنفية والمية شغالة اهو كده. تمام، هو فكرة المية اهو بعد ايه اهو زي ما انتوا شايفين كده،
خلاص هشطفها كويس مرة كمان علشان ما يبقاش فيها اي نشا خالص، وما تبقاش ماسكة في بعضها وتبقى جميلة على فكرة. انا باخد الحلة من على البوتاجاز تحت الحنفية بالشكل ده. هحضر المصفى بقى اللي انا هستخدمها. خلاص كده تمام جدا اهو زي ما انتم شايفين. اعملي بقى كاونت الحلة مرة كمان اهو، بحطها هنا واصفي المكرونة فيها بالشكل ده اهو. كده تمام المكرونة عندي اتصفت وبقت جميلة. كده تمام المكرونة اتفرقت وبقى شكلها جميل معايا. هشطفها كمان شطفة بالمية زي ما انتوا شايفين. هحضر طبق احطه تحت والنصر مثلا ان هو الطبق ده هنا كده وده، وهحطهم على الرخامة في جنب دلوقتي لحد ما اخلص واعمل الصلصة وهغسل الحلات. زي ما انتم شايفين المكرونه الحبه بحبيتها وجميله جدا معانا واظن باين قوي في الصور. دلوقتي هغسل الحله دي واقطع بقيه الفلفل وهوريكم هنجهز كل حاجه ازاي. يلا بصوا انا عندي القطاعه وريتها لكم قبل كده، بس انا كمان وعدتكم ان انا هبقى تلقائيه معاكم. مش دايما من كل الستات البيوت بيقعدوا يطلعوا في القطاعه بقى ويقطعوا عليها، لا اوقات الرخامه بتكون نظيفه ومتعقمه كويس، فانا اما بلاقي ان مش هخربش الرخامه بشتغل على الرخامه اسرع بكتير. زي ما شايفين كمان القطاعه مش متاحه عند ناس كتير، فانا بحاول جدا جدا اكون يعني ايه الفيديو يناسب كل الفئات. طبعا عندي القطاعة وعندي كل حاجة الحمد لله، بس زي ما قلت لكم خلي فيديوهاتنا تناسب كل الفئات. ان شاء الله كمان في فيديو قريب هعمل لكم نوع من الحلو سهل جدا وهيعجبكم جدا جدا، انتظروه ان شاء الله. في ناس بتحب تقطع الفلفل شرايح، انا بحب اقطعه بالشكل ده تبع الكمية اللي انتوا عايزينها. وانا بسلق المكرونة كنت جهزت دول، عايزة اوريهم لكم برضو. قشرت التوم وكمان قطعت قرن فلفل اكتر كده علشان هضربهم في الكبة. هضربهم في الكبة وانعمهم جدا علشان هستخدمهم في تتبيلة الكبة. ممكن نكتفي بدول، ولو في ناس بتحب الفلفل الاخضر تزود. انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي حبايب قلبي، الفتره دي عايزين نزود الفلفل الاخضر جدا في الاكل علشان هو غني بفيتامين سي ومفيد جدا وبيدي مناعه قويه جدا. لو عندنا بيبيهات نتعود ان احنا ناكلهم الفلفل الاخضر نقطعه كده شرايح وندولهم ياكلوا، بيقوي المناعه بتاعتهم جدا خصوصا في الوقت ده كوفيد 19. الجو النهارده كان شمس جدا جدا بره، عايزه اقول لكم ان انا مهويه البيت كده شويه بالبلكونه، بس حقيقي الجو فيه صهد غريب حر، ومن الواضح كده ان الصيف السنه دي هيبقى عالي جدا ودرجه الحراره عاليه. يوسف جه هوات المطبخ فانا مش هضيع الفرصه دي وهديله شريحه من الفلفل الاخضر. ادوا لبيبيهاتكم على طول فلفل اخضر وشرايح الليمون وكمان شرايح البرتقال في الصيف ده علشان يقوي المناعه. بنانيتي الحلوين
عايزين بقى اليومين دول اي بنوتة عندها بيبيهات تحاول بقدر الامكان ان هي ما تخرجش كتير الايام جاية ان شاء الله كتير، وهنخرج لان من الواضح ان نسبة الاصابة بكوفيد 19 زادت جدا، فعايزين كده نعمل الاجراءات بتاعتنا علشان نحافظ على اطفالنا وكمان على نفسنا. اللي جاي من بره يغسل ايديه ودايما بالميه والصابون، ونعقم ايدينا بالديتول او باي معقم عندنا. تمام. عايزين ندي لاطفالنا ولازواجنا ولاهلنا دايما نقدم لهم الاكلات الغنيه بالحاجات اللي بتدينا مناعه. التوم على فكره مضاد حيوي قوي جدا، شرايح الليمون مهمه جدا، الفلفل الاخضر مفيد جدا. كمان يا بنانيت عايزين ان احنا نهتم جدا بتعقيم البيت ونظافة البيت دايما. التواليت مثلا لازم دايما يوميا، مرة بالليل مرة بالليل ننظفه. البلكونات وسور البلكونة عايزين برضو دايما ان احنا نهتم بالنظافة بتاعته، ونعقمه بدتول بفنيك بأي معقم عندنا تحب ان انتوا تعقموا بيه. كمان انا بحب الخل قوي، لو حطينا غطا مثلا نخلي كده في مية اللي احنا هنمسح بيها وننظف بيها مهمة جدا. الأسطح بقى بتاعت البوفيه، السفرة، الترابيزات، أي حاجة من دي عايزين نستخدم كلوركس ألوان، بلاش كلور يا جماعة خام أبيض علشان بيبهدل اللبس وبيبهدل الموبيليا وكمان بيبهدل الفرش بتاع البيت. حتى لو خففتوه بمية فده غلط جدا على الفرش بتاع البيت، ما احنا مش هنعقم برضه ونبوظ حاجتنا يعني. فعايزين نستخدم كلوركس ألوان حلو قوي، أنا بحبه بصراحة في التعقيم وكمان ريحته حلوة جدا في البيت. نرجع لموضوعنا، دي شرايح الليمون أنا مجهزاها، بحب بعد ما بخلص الكبدة أحطها على الوش وأغطي الكبدة بتدي ريحة حلوة قوي. وده الفلفل اللي أنا قطعته هنحطه في الطبق. تمام. الفلفل الاخضر ده انا ما بحطوش على الكبده غير في النهايه علشان ما يبقاش مستوي ومهري، انا بحبه برضو يبقى فيه قطمه كده، يبقى حلو، يبقى فريش شويه في طبق الكبده، بيختلف كتير جدا. ولو احنا خدنا بالنا واحنا بنشتري سندوتشات من بره، لو حد شاف حد بيعمل الكبده فهي بيعملها ازاي، بعد ما بيسوي الكبده بيحط الفلفل الاخضر وشرايح الليمون، بيختلف جدا الموضوع ده. وده شكل الشرايح والفلفل الاخضر، انا مقطعه حتت صغيره زي ما قلت لكم. خلاص كده حاجه الكبده جاهزه معايا. دلوقتي انا هغسل الطماطم وهضربها في الخلاط وهصفيها علشان نعمل المكرونه بتاعتي. كده كل حاجه تقريبا جاهزه معايا. هضرب الطماطم وهرجع لكم تاني. انا قلت بقى وانا بضرب الطماطم بالمره اضرب الحاجه اللي انا هعمل بيها الكبده التتبيله بتاعتها. انا حطيت الطماطم هنا ودي تتبيله الكبده، الثوم والفلفل الاخضر هحطه في الكبه. نسيت زي ما انا قلت لكم قبل كده، ما ننساش كمان نص معلقه الملح. هضربهم هنا. خلاص انا عملت الطماطم وعملت كمان الخلطه اللي هعمل فيها الكبده. الطماطم خلاص انا مش هصفيها علشان الخلاط بصراحه ضربها حلو قوي. بس انا هنقل الكبده بقى، دي اللي انا هعمل بيها الكبده. ما انا شغاله هشتغل وهوريكم هنحط عليه ايه كمان دلوقتي.
وانا بضربها حطيت عليها معلقه من الملح السوري. هوريكم هنحط عليها ايه كمان. ده الشكل النهائي ليها اهوت. هنحط عليها كمون، اهم حاجه في الكبده الكمون. اهو ده الكمون، هنحط كمون مهم جدا. مهم قوي معلقه الكمون والليمون اهوت كمان عشان كوفيد 19. مهم قوي الحاجات اللي بتمدنا بالفيتامينات والحاجات دي كلها. الليمون ريحته حلوه قوي بصراحه، اخضر كده وريحته جميله. خلاص انا حطيت الكمون وحطيت كل حاجه، حط كمان معلقه من الملح كده علشان مش هحط ملح تاني خالص. اهو كده تمام، وهقلبهم كويس. في ناس بتحط كزبره ناشفه، انا كنت حاطها لكم المره اللي فاتت بس انا المره دي هكتفي بالحاجات دي بس، مش هحط كزبره ولا هحط اي حاجه. الكمون والحاجات دي احنا شايفين، مر بحطه بعد ما بخلص الكبده خالص علشان لونها ما يغمقش معايا. دلوقتي انا هولع على صلصة المكرونة هوريكم ازاي، وبعدين نرجع نعمل الكبدة. يلا بينا نولع على الصلصة. هنا انا مولعة الحلة، سبتها تسخن، هنزل بيه السمنة. في ناس بتحب تعملها بزيت وبس، انا بحب اعملها بزيت وسمنة. انا حطيت السمنة وحطيت زيت كمان، هو مش كتير زي ما انا قلت لكم، مش بحب اكتر يعني الحاجات دي خالص. خصوصا ان احنا بنعمل والزيت يبقى قليل. انا عن نفسي بعمل المكرونه بالبصل ومع كمان الحله بعملها بصل ثوم، لكن مع معظم الاكلات هعملها بالبصل، بعملها بالبصل. بس انا النهارده مش هعمل المكرونه غير بصلصه الطماطم والفلفل الاسمر فقط لا غير. عايزاها تبقى هاديه كده ومريحة للمعدة مع شوية الكبدة الاسكندراني اللي انا هعمله لكم ان شاء الله. مفيش اسهل من كده حبايب قلبي المبتدئين وحبايب قلبي اللي بيعرفوا يطبخوا. الطبيب بتاعنا التقليدي العادي جدا، مفيش اسهل من كده. السمنة تدخل كويس جدا هي والزيت، وننزل بالطماطم في دي الطماطم اللي انا كنت ضربها، هنزل بيها. شايفين التش دي مهمة قوي، بتعرفنا ان السمنة سهلة، ما بيبقاش الاكل صايص كده وطعمه رخم، لا بيبقى حلو قوي. في البداية في ناس ما بتحبش تحط ملح، لا انا هحط على الطماطم في البداية الملح والفلفل الاسمر وربع معلقة من السكر او رشة سكر، مش علشان الحمض، لا لان احنا الطماطم عندنا في مصر مش حمضية قوي زي بره مصر، لكن انا بحس ان نقطة السكر دي بتدي الاكل طعم حلو جدا. جربوها تدعولي. هنحط سكر، دي نقطة بصوا بسيطة خالص. وهنحط ملح وفلفل أسمر. حطيت معلقة، حط نص معلقة. وهنحط فلفل أسمر. بحب المكرونه انا اوقات تبقى هاديه كده بشويه الفلفل الاسمر وبس، تبقى مريحه لينا. وهنسيبها تاخد 3 4 غلوات، وبعد كده هنبقى نغطيها بالغطا ان شاء الله. دلوقتي انا هعمل لكم الكبده، يلا بينا نعمل الكبده. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات عن الكبده، لازم الطاسه دي تبقى سخنه جدا
علشان الكبدة ما تنزلش مية كتير وتبقى برضو من جوه طرية وطعمها حلو وتحافظ على المية اللي فيها. كمان حاجة مهمة جدا، من أول ما نشتري الكبدة من الجزار ممنوع منعا باتا إن إحنا نلمسها نهائي من الطبق للطاسة على طول. يا دوب نشيل الاسترتش من على الطبق ونحط الكبدة في الطاسة، ممنوع منعا باتا نلمس الكبدة. الكبدة البلدي يا جماعة ما بتتغسلش نهائي. سامعين صوت يوسف بيقول تمام يا ماما صح، انتي كلامك صح. دلوقتي الطاسة دي سخنة، هننزل بالزيت فيها. الكبدة ما بتتعملش بسمنة، بتتعمل بزيت. هنحط الزيت في الطاسة، ما نكترش قوي برضه، يعني يا دوب يبقى مظبوط كده. وهنسيبه يسخن كويس جدا. حد هيسألني يقول لي مثلا هنحط الكبدة ولا التتبيلة الأول؟ لا، احنا أول حاجة ننزل فيها بالطاسة الكبدة. أهي بصوا الكبدة في البطة، أنا شايلة الاستريتش أهو، وعلى طول هنزل بيها في الزيت أهي من عند الجزار، الزيت على طول. انا مش هقلبها خالص دلوقتي، انا هسيبها لحد ما تغير لون، وبعد ما تغير لون ان شاء الله هقلبها. ممنوع منعا بس ان احنا نقلب الكبده قبل ما تغير اللون بتاعها. في المرحله دي بيكون انا عندي التتبيله اللي انا عاملاها اهي، هاخد مثلا معلقه كبيره جدا، وكمان نص معلقه، وهسيب دول اول ما اقلب هحطهم ان شاء الله. دلوقتي الكبده كانت غيرت اللون زي ما انتم شايفين اهوت، انا قلبت لكم حته اهو، بدات ان هي تغير اللون، فانا هديلها التقليبه بتاعتها ايه جنب. مهم قوي ان الكبده تغير لونها معايا علشان ما تبقاش طارده الميه اللي فيها كلها، عايزين نحافظ ان هي تستوي وتبقى طريه وجميله معايا. بعد ما بقلبها بالشكل ده هنزل بقيه الخلطه كده. اللي عايز يعملها حاميه يعملها حاميه، انا بصراحه مش بعملها حاميه علشان البيبيهات عندي ما بيحبوش الحاجه الحاميه. بس كمان عايزه اقول لكم معلومه مهمه قوي بمناسبه كوفيد 19، ان الشطه مهمه جدا جدا وبتقوي المناعه جدا، فاللي يقدر ياكل اكل حامي الفتره دي او مشطشط شويه اوكي مفيش اي مشكله نهائي. هندي لها تقليبه كمان. الكبده لونها كلها هو بدا يتغير معايا. الكبده ما بتاخدش سوى على النار اكتر من 7 دقائق يا بنانيك، ولو كترت قوي 10 دقائق كتير بصراحه، فهي بتاخد 7 دقائق. ليه؟ لان الكبده كل ما هتسيبوها على النار هتجمد معاكم ومش هتبقى حلوه، لكن 7 دقايق هتبقى طريه وجميله جدا معاكم. اول ما الكبده بتغير اللون ده بنهدي النار، لكن مش بنوطيها قوي، يا دوب كده بنهديها شويه وخلاص. شايفين لونها؟ لونها بيتكلم عن نفسه، هوضحه لكم اكتر. لونها جميل جدا جدا جدا، جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. دلوقتي انا ههدي النار زي ما قلت لكم، وهغطيها لمدة 5 دقايق، وبعد 5 دقايق هحط الفلفل الاخضر. هنغطيها زي ما قلت لكم ونسيبها 5 دقايق دي الصلصة زي ما قلت لكم هتتغلفتين. من اهم الحاجات اللي بحبها جدا في طبيخي ان انا وانا بطبخ بحب جدا ان انا احافظ على نظافة البوتاجاز. دي حاجة مهمة جدا، مش معنى ان احنا نطبخ يعني ان احنا نبهدل البوتاجاز، لا، انا بحب جدا ان البوتاجاز يفضل نضيف. كمان انا عندي اساسي جدا جدا ان بعد كل طبخه انضف البوتاجاز،
عندي البوتاجاز ده في حياتي اهم من الموبايل نفسه، اهم من حاجات كتير. مهم قوي عندي ان انا دايما اشوفه بيلمع قدامي. كمان لما بنغسل البوتاجاز بعد كل طبخه مسحه بسيطه كده بيفضل نضيف دايما، مش بنحتاج الموال اللي هو احنا هنشيل بقى الحمل بتاع البوتاجاز والعيون ونقعد ندعك، لا نضفه بعد كل طبخه. وصدقوني مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا الموال بتاع غسيل البوتاجاز. دلوقتي الكبده بتستوي والصلصه بتستوي، ممكن مثلا اولع على البطاطس علشان تتحمر واكل الصوره وشوف. كمان عايزه اقول لكم معلومه مهمه قبل ما انسى، في ناس بتغلط غلطه كبيره قوي في الكبده وبتغسلها بميه سخنه، وفي ناس تانية بتحطها في المصفى وتحط ملح وكمون. يا جماعه الحاجات دي كلها بتضيع القيمه الغذائيه للكبده البلدي. الكبده البلدي مش بتتغسل، بس كبده الفراخ، لان انا برضو هعمل لكم كبده فراخ دبس رمان وبالطريقه العاديه كمان. كبده الفراخ هي الوحيده اللي بنغسلها ولازم نغسلها كويس جدا قبل ما نقطعها، وبعد ما نغسلها كويس جدا بنقطعها ونطبخها. دلوقتي احمر بطاطس زي ما قلت لكم، المرحله دي بتكون الكبده خلاص استوت. مش كتير برضه، مش هكتر خل كده علشان انا عايزه الكبده تبقى هاديه معايا وجميله. هنا الكبده استوت، هحط لها بالظبط ربع معلقه من الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر بنحطه في الاخر علشان لونها ما يتنقش معانا. بعد كده عندنا الفلفل الاخضر وشرايح الليمون. انا هحط الفلفل الاخضر دلوقتي، هنسيب شرايح الليمون للاخر ان شاء الله. اهو زي ما انتم شايفين حطيت الفلفل الاخضر بالثوم. هدي تقريبا بقى قبل ما اقفل عليها، زي ما انا قلت لكم ان اخر حاجه خالص بحطها الفلفل الاخضر. هنا انا حطيت الفلفل الاخضر اهو، شايفين الشكل تحفه جميل ازاي، والريحه مش عايزه اقول لكم بقى خطيره. هنحط شرايح الليمون وهغطي الكبده واقفل عليها. بالظبط خدت معايا 5 دقائق، ده كان الشكل النهائي ليها. دلوقتي انا هطفي النار عليها، انا هنا هطفي النار، احط الكبده واغطيها واسيبها ايه مع نفسها. هنا انا كنت سخنت الزيت للبطاطس، فهحط البطاطس كمان. لحد ما البطاطس تتحمر والصلصه تتعمل، هغسل شويه مواعين كده واقدم لكم الاكل. عندي شويه الاطباق دول هغسلهم لحد ما اخلص. الامومه مش سهله خالص يا بنات على فكره، مسؤوليه كبيره جدا. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان في ايام بتعدي على الاطفال بيبقوا هاديين جدا ما شاء الله عليهم، مش طبيعي لهم كده. في ايام تانية بيكونوا زهقانين، يعني احنا مش عارفين ايه سبب الزهق، بس هم زهقانين. في ام بقى تتعصب وتضرب جامد وتقرف بقى. بصي احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتقبل الوضع او نتكيف ونتعامل معاه. يعني مثلا بتزني كتير، خلاص اوكي انا ممكن اسيب المكان واسيبها مع نفسها شويه، اديلها لعبه، اديلها اي حاجه. فضلت تزن وتعيط، خلاص سيبهم يعيطوا شويه. اوقات هما بيعيطوا عشان كده مش عارفين هما بيعيطوا ليه. فلازم ان احنا عادي، هم زهقانين مش هنزهقهم اكتر ما هم زهقانين. كمان الحر بيزهق الاطفال جدا، فكر زي ما تلاقوهم بيزهقوا جدا كده من نفسهم. فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. نخلص بقى الاكل بيتنا ونهتم بيهم، نأكلهم، نلعب معاهم، نتفرج على كرتون سوا. نأكلهم
خلصت اهو الحمد لله. اغسل بقى الحوض واغسل الرخامه كويس، لازم نغسله كويس جدا. وبعد ما نغسله نشطفهم كمان كويس جدا، نشطفهم كويس جدا الحوض. ان احنا نمشي بيها الرساله بتاعتنا، ما نسيبهاش مبلوله ميه اهو كده. تمام انا خلصت كل حاجه الحمد لله. هنشوف البطاطس ونغرف الاكل بقى الحمد لله على كده. هنا الصلصه كانت اتسبكت خلاص وكانت جميله معايا، هوريكم القوام وهوريكم اللون، جميله جدا معايا. انا هحط المكرونه، طبعا انا غسلها مره ولسه يا دوب سلقها من شويه. الناس اللي بتحب تشطف المكرونه بميه سخنه تاني ده لو عاملاها من جديد، هي مسكهيات اول ما نحطها في الصلصه هتفك وهتبقى بصوا جميله جدا ومفلفله، فملهوش داعي ان احنا ننزلها تحت الميه خصوصا ان احنا لسه سلقينها يا دوب من ساعه اهو. انا هنزل المكرونه كلها مره واحده وهنقلبها كويس كده. تعالوا نشوف ازاي هنقلب المكرونه. الجو حر جدا النهارده بصراحه، صيفي صيفي يعني، فاحنا الكبار مش بنتحمل الحر، ما بالكم بقى بالبيبيهات الصغيرين دول. بلاش ننفعل عليهم يا بنات، نحاول قدر المستطاع ان احنا نتحمل. برضو عايزه اقول لكم معلومه حلوه، خلوا الصلصه معتدله جدا في الطبيخ وفي اي حاجه تعملوها الفتره الجايه، علشان احنا في الحر ما ينفعش ابدا ان احنا الصلصه تبقى زياده. المعده بصراحه مش متحمله خالص، انا بحب اعملها زي ما انتم شايفين كده، انتم شايفين ده لونها جميله جدا اهي. نحطها على النار، على نار عالية زي ما قلت لكم. وبعد كده ناخد 4 تقليبات وبعد كده خلاص نطفي النار، مفيش اي حاجة معجنة خالص وكله تمام. تعالوا بينا بقى نحطها على النار، يلا النار عالية هوريها لكم برضو اهي، معلياها جدا. المكرونة ما بتتغطاش نهائي، لكن بنسخنها كويس جدا وبنقلبها كويس، وبعد 4 دقايق بالظبط بنمشي النار عليها نهائي ونسيبها من غير غطا لمدة 2 دقايق، وبعد كده نغطيها علشان تفضل سخنة معانا. هنا المكرونة كانت خلاص سخنت، هنديها تقليبتين. خلاص كده تماما عايزاها توصل لكده وبس. هطفي النار عليها وهسيبها من غير غطا. في ناس بتحب تغطيها، ما تغطيهاش غير بعد 3 دقايق بالظبط علشان ما تعجنش منها. دي وصفة النهاردة حبايب قلبي، المكرونة والكبدة
والبطاطس. وعايزه اوريكم حاجه بقى كده، ده ليمون معصفر بقاله عندي في الثلاجه حوالي سنه وشهرين، حاجه كده وهم حقيقي يعني، حاجه طعمه خرافي. بابا بيحب جدا الموالح وبيحب يعمل مخللات، الله يديله الصحه يا رب، هو اللي عامل لي الليمون ده. جميل 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 جدا، انا هبقى اخد الطريقه منه وهعمله معاكم لايف ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم فيديو النهاردة ووصفة النهاردة تضغطوا لي سبسكرايب ولايك وشير للقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني كتير حبايب قلبي. محتاجة جدا ان انا اوصل لألف مشترك وبعد كده للمليون ان شاء الله بدعمكم، مفيش اي حاجة مستحيلة نهائي. هتوحشوني جدا لحد الفيديو الجاي، انتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أحلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات مطبخ مامة سولة.